كملين صباحنا معكم مشاهدينا، وانتقلنا لفقرة جدا مهمة بما يخص فرز المهندسين لليوم، وكثير من الاستفسارات والأسئلة اللي وصلتنا بخصوص موضوع فرز المهندسين. شو هي الإجراءات الحالية بموضوع فرز المهندسين، وشو هي الآلية المتبعة اليوم، وأين وصلت عملية فرز المهندسين، بماذا بعد استكمال الأوراق الثبوتية، وعدد ما وصلنا من استفسارات استفساراتكم، اخترنا منها اهم الاستفسارات والاسئله كلها اكيد رح يجاوبنا عليها الاستاذ لؤي البني، مدير التنميه البشريه في رئاسه مجلس الوزراء. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ، رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. صباح الورد استاذ. انتهت مهله الفرز 2 نيسان حاليا، هل في تمديد للفرز او خلص انتهت المهله؟ وكمان هل مسموح تقديم طلبات اعتراض مثلا المرفوضين انه اكتشف انه نتيجه فرزه مغايره للشيء اللي شافه على المنصه، او بتوصيف وظيفي مغاير تماما، ممكن انه يقدم اعتراضات؟ الله، بدايه يسعد صباحكم ويسعد صباح المشاهدين جميعا. صدر القرار 292 عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2024 وبفرز المهندسين، واستهدف دورتين 2019-2020 2020-2021، ومن لم يحصل على فرصة من الدورتين اللي قبل الدورات المستهدفة. هذا القرار في بعض الأحكام إذا سمحتوا لي. ورد في عدد من المواد يفرز المهندسين من الدورات اللي ذكرتها هلأ. يلتزم كافة المهندسين بموجب هذا القرار بالتقدم بأوراقهم الثبوتية اللازمة للتعيين إلى جهات المفرزين إليها، من ضمنها وثيقة تبين الوضع العسكري وبأنه غير متخلف عن خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحت طائلة اعتبار المهندس المفرز مستنكفا عن التعيين. المادة 3 تطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 74 من المرسوم التشريع 33 لعام 2014 بحق من يتخلف عن أداء خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية. المادة 4 تقوم الجهة العامة بإصدار قرارات تعيين المهندسين الموجودين في خدمة العلم الإلزامي أو الاحتياطي المفرزين إليها والمشمولين بأحكام هذا القرار، وإصدار مباشرة حكمية لهم. المادة 5 يؤجل تعيين المهندس المتخلف حاليا عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطي إلى حين تسوية وضعه التجنيدي واستكمال أوراقه الثبوتية، وذلك ضمن المدة المحددة في المادة 2 من هذا القرار. المادة 6 تلتزم الجهة العامة التي يتم فرز المهندس إليها بعدم الموافقة على نقله أو ندبه أو تكليفه أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مباشرته العمل. من تاريخ استعراض هاي الأحكام، منجاوب على سؤال حضرتك أنه تقديم الأوراق خلال شهر من إصدار من تاريخ إصدار هذا القرار، وبالتالي انتهت المدة امبارح وما في تمديد لهذا الوضع، لأنه هذا موضوع إداري وقانوني. أستاذ لؤي، كثير وعدد كبير من المهندسين راسلونا وكان عندهم إشكال بموضوع ما، وراجعوا الجهات العامة لاستكمال الأوراق الثبوتية والمطلوبة منهم، وخبرون أنه أسماءهم لم ترد للجهات العامة لحتى يكتشفوا أنه لا وجود لأسماءهم، وبالتالي راحوا للفرز الإلكتروني، وهالشيء أدى لتأخر عدد كثير كبير من المهندسين باستخراج الوثائق المطلوبة وضيق الوقت استكمال الأوراق. في حل لهي الإشكالية؟ بصدور القرار خلال 24 ساعة كان موزع على كل الجهات العامة، الإدارات المركزية، وهي مسؤولية الجهة العامة أن توزع على فروعها وعلى مديريتها. نحن خلال 24 ساعة من صدور هذا القرار كان موزع على كل الجهات العامة، وبالتالي ما في إشكالية بهذا الموضوع. والمدة الشهر، أنا بحب نوه للزملاء المهندسين وللسادة المشاهدين، انه اي مهندس بس يراجع الجهه اللي انفرز لها ويقطع هي المده بتقديم اي اوراق تثبت انه هو مهتم بعمليه التعيين وعمليه فرزه الى الجهه العامه.
طب استاذ اليوم في حال المهندس ما حب يستكمل اوراقه هل في مساءله قانونيه عليه او في حال يمكن تم استكمال الاوراق ولما اجت المباشره كمان يمكن ما كفى او ما باشر بعمله هل كمان هون في مسؤوليه قانونيه او فقط المسؤوليه القانونيه من باشر بعمله وترك علق مسؤوليه قانونيه قبل تقديم الاوراق ما في مسؤوليه قانونيه ولكن خاضع لهي احكام المادي انه خلال شهر بده يقدم اوراق ثبوتيه حتى يحصل على التعيين ما فرصه التعيين اذا ما استكمل الاوراق ويعتبر مستنكف عن التعيين وبالتالي بتروح عليه فرصه التعيين والاشتراك بفرز اخر تمام. استاذ لؤي كمان بعض المشاكل يلي راسلونا عنها بعض المهندسين الحاصله خلال فتره استكمال الاوراق اليوم الثبوتيه مثل عدم قبول الاوراق والتعيين من بعض الجهات بسبب عدم ورود اسمائهم او بعض الجهات يلي اكتفت باستلام ورقه او ورقتين فقط مثل نشره استعلامات من المهندسين على انهم يستكملوا باقي الاوراق بعد ورود الموافقات اللازمه هيك الاجراء صحيح والمهندس بيبقى على حالته الصحيحة بعد هيك اعتبار ويعتبر مستكمل لأوراقه ولا لازم على طول يضل عم يراجع؟ هلق إذا راجع الجهة خلال الشهر وأملى الاستمارات المطلوبة البيانات يعتبر أنه هو مهتم بعملية تعيينه ويعتبر أنه هو قدم الأوراق وتستكمل الأوراق فيما بعد هذا ما فيها مشكلة. تمام استاذ في تعميم من رئاسة مجلس الوزراء المتضمن اتخاذ ما يلزم لتسهيل نقل وندب وتحديد مركز عمل ذوي الشهداء والعساكر ممن هم قائمين على رأس عملهم وأيضا من المتقاعدين هل هذا التعميم بيستفيد منه المهندسين حاليا أو لا؟ هذا التعميم صدر للعاملين اللي على رأس عملهم المهندسين محكومين بقرار خاص ومعايير خاصة للفرز وأحكام للتعيين اللي ذكرتها قبل شوي يعني فهذا التعميم ما بيشمل المفروزين المهندسين المفروزين وبالتالي هني محكومين انه يكونوا ملتزمين بمركز العمل المحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي اللي انفرز إلى المهندس لمدة 3 سنوات لأنه اليوم في عدد كبير من المهندسين المعينين خارج المحافظات كمان عم يسألوا إذا كان الزوج عسكري أو ضابط أو ذوي شهداء هل هناك تسهيلات أنه لهذا الموضوع أو إذا الزوجة مهندسة بتلحق زوجها بالتعيين أو ممكن يعملوا ندب أو تحديد مركز عمل أو نقل كمان نفس اللي على رأس عمله بيشملوا هذا التعميم في راجع الجهة تبعه اللي معين بهذا القرار لا ما بيشمله استاذ لؤي اليوم كمان اهم سؤال عم يتم تداوله ببال المهندسين انه هناك اي ملحق لمن يتعين خصوصا هناك قرابه 10,000 احتياج لم يختاروا المهندسين، طيب هي الشواغر لمين بتروح والمهندسين قد ايه ممكن يضلوا ناطرين الفرصه القادمه لحتى هنن يتم اختيارهم لحتى ينقبلوا بهي الشواغر؟ نعم اسمحي لي بس بين بعض البيانات اللي بتخص هذا السؤال الفرز بيستند إلى المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2004 الناظم لآلية الفرز وإشارة إلى قرار المجلس الوزراء رقم 16 ميم واو تاريخ 12/3/2023 هذا القرار اللي ضمن تحديد معايير فرز المهندسين في عندنا شركاء بالفرز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهمتها إدخال وتدقيق بيانات المهندسين المستهدفين بعملية الفرز وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع كافة الجهات العامة مهمتها سبر وتحديد الاحتياجات المطلوبة من كافة الاختصاصات الهندسية واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي كل دورة فرز بيصدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بيحدد الفئات المستهدفة أو الدورات المستهدفة بعملية الفرز نحن الفرز هذا صدر قرار 16 ميما واللي ذكرته هلأ وحدد الدورات 19 20 20 21 ومن لم يحصل على فرز من الدورات السابقة الدورتين اللي سبقوا هاي الدورات كان عدد المسجلين بعملية الفرز لهي الدورات 10,324 مهندس
864 مهندس لم يتقدموا بأي رغبة، وبالتالي عدد المهندسين المتقدمين لعملية الفرز الحالية 9460 مهندس. تم فرز 6168 مهندس، أي بنسبة 65% من إجمالي عدد المهندسين المتقدمين، وذلك وفق احتياج الجهات العامة ورغبات السادة المهندسين. تم تلبية 6168 احتياج من أصل 17341 احتياج للجهات العامة. هلا هاي المؤشرات والأرقام نحن رفعناها للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد الأمين العام. هاي المؤشرات تدرس وممكن يؤخذ فيها قرار لاحق، هذا يعني نتركه لأصحاب القرار. لازم ينتظر المهندس الفرصة القادمة للفرز أستاذ، بما أنه خصوصا أنه بتطول سنتين لحتى تجي هي الفرصة للفرز، قديه ممكن يكون في عذاب أو ممكن يكون في تسهيلات لهذا المهندس أنه ما ينتظر سنتين؟ يعني كمان هي من الأسئلة اللي جدا واردة. هلق ما في انتظار سنتين وما في مدة محددة. إحنا تقريبا سنويا عم نفرز في منظومة إلكترونية دقيقة لعملية الفرز. نحن فرزنا السنة الماضية بالدورة الماضية 17-18-18-19، وحاليا الدورة هي فرزنا 19-20-20-21. وعملية الفرز طمن الزملاء المهندسين أنه هي عملية مستمرة وشبه سنوية، ما في تأخير. طب أستاذ، ما بيحق للمهندس أنه يتقدم غير فرصة لمرة واحدة، أو ما بيحق له يتقدم لمرة ثانية؟ هلا كل دورة فرز يصدر قرار خاص فيها بيحدد الدورات المستهدفة بهذا الفرز، مثل القرار الحالي 292 صدر حدد الأعوام الدراسية 19-20 و 20-21، ومن لم يحصل على فرصة فرز من القرار الماضي. فكل قرار هو اللي بيعتمد الدورات، ما في يعني بعدين هذا الفرز ما له علاقة بالمسابقات اللي تجريها الحكومة أو وزارة التنمية. اللي ما طلع له فرصة بالفرز في يلتحق بأي مسابقة قادمة أو أي فرصة عمل عامة. اليوم كمان أستاذ بقانون العمل بقانون العمل ما بيحق لأي شخص أنه يتقدم لأي مسابقة أو عقد أو حتى فرز إذا هو بالأساس ما أنه شخص موظف. اليوم ما تفاجأنا كمان أنه في عدد كبير من الأشخاص ما بسمعوا بهذا الموضوع أبداً، يلي ما بينفرز بأول فرزة معه فرصة واحدة بس. مثل ما ذكرت أني هلأ كل قرار فرز هو بيحدد معايير الفرز، من هاي المعايير بيحدد الدورات وبيحدد مين اللي بيحق له هذا الفرز، فما في انه يعني فرصه واحده او فرصه ثانيه، كل قرار هو بيحدد مين الفئات المستهدفه بكل فرز. تمام استاذ، اذا حدا من المهندسين اكتشف اليوم انه في تغيير لوظيفته اللي انفرز هو فيها، يعني الفرز شيء والواقع شيء ثاني، فيه يشتكي المهندس بهي الحاله مثلا، او على سبيل المثال من هدول الاشخاص اللي منهم انه من راسلونا فرزوا باحد المديريات والمدير خبره انه دوامه باحد الدوائر، طبعا اللي بتختلف طبيعه فرزه هون، شو ممكن يعمل هذا المهندس؟ لمين بيشتكي وشو هو الاجراء اللي لازم يتبعه؟ هلق الفرز ضمن الآلية المتبعة هو وفق مراكز عمل محددة وبطاقات وصف موصفة لمركز هذا العمل. الواقع مطابق لكل معايير الفرز اللي صدرت بهذا القرار، فهو اختار رغبته وفق الاحتياج اللي ظهر له على المنصة ومركز عمل محدد. وبالواقع هاي مراكز العمل هي اللي وصفتها الجهات العامة واختارتها الجهات العامة. هذا موجود بالحقيقة وبشكل دقيق، ما في يعني ارتياب بين المعايير أو الرغبة اللي اختارها المهندس والواقع، ما في أي اختلاف. اليوم أستاذ المهندس إذا قدم على الفرز وهو معه على شهادته تمام، ليش ما بيحق له أنه يعدل الفرز إذا هو تم تعديل شهادته، حصل على الماجستير والدكتوراه، ليش ما بيحق له يعدل؟ هلق ما في منع بهذا الموضوع، المهندس بس تعين واستكمل اوراقه وباشر بيصير خاضع للقانون الاساسي للعاملين. فبالتالي الاحكام الناظمه بهذا الوضع احكام صريحه وواضحه، اذا حصل على شهاده بعد تعيينه بحق له
يعدل وضعه وبيحصل على تعويض او كذا من هذا الموضوع 7% او، ولكن تغيير مركز العمل اللي انفرز له ما بصير تغييره قبل 3 سنوات وفق احكام القرار اللي شمل الفرز. تمام. كمان استاذ راسلنا عدد من خريجي الهندسه التقنيه وحسب كلامهم انه شواغرهم بكل المحافظات اقل من عدد الخريجين ضمن منصه الفرز، من هذا الشيء قلل فرص لهدول الخريجين ضمن وجود اعداد كبيره من الخريجين. خلينا نحكي شوي عن هاي هلق عمليه الفرز مو لكل المهندسين، يعني ما تستهدف كل الخريجين. عمليه الفرز هي بشبهها اني لمفاضله مثل مفاضله الجامعه. تمام. بيتقدموا المهندسين المشمولين بالدورات الفرز على احتياجات حددتها للجهات العامه، يعني كل جهه عامه هي اللي بتحدد الاحتياج وبتوصف مراكز العمل وفق بطاقات وصف وظيفي بالتنسيق مع وزاره التنميه الاداريه. فالجهه العامه هي اللي بتعرف شو احتياجاتها من كل اختصاص من المهندسين. تمام. وبيتم مراسلة وزارة التنمية وبالتالي توضع هاي البيانات على المنصة وبيتم اختيارها من المهندسين. فالجهة العامة هي الأدرى باحتياجاتها. تمام. من كل اختصاص. كمان استاذ عنا عدد من خريجي اختصاص علوم التربيه والمياه بجامعه تشرين والاختصاص تربيه واستصلاح اراضي، هو نفسه اختصاص علوم التربيه والمياه بتشرين. المشكله انه الرغبات على الاختصاص الدقيق بمحافظه حمص اليوم ما عم تكون متاحه لخريج جامعه تشرين. هلق مثل ما يعني حكيت انا بالسؤال السابق، الاحتياجات هي بتحددها كل جهه، فكل جهه هي مسؤوله عن احتياجاتها وهي الأدرى بكم هذا الاحتياج. فنحن ما فينا ندخل كرئاسة مجلس وزراء هذا الاحتياج عدده كذا، هذا الاحتياج أقل، هذا الاحتياج أكثر. الجهة العامة هي أدرى بتحديد احتياجاتها وتوصيف مراكز عملها. كمان تبين بعد إصدار القوائم الأسماء بمديرية زراعة حمص أنه في مهندسين استصلاح أراضي مقبولين ومعدلاتهم متدنية، نفس الاختصاص لكن اختلفت التسمية بين المحافظات. نفس الجواب حضرتك أنه حسب الاحتياجات بالمحافظة؟ حسب الاحتياج، بس بدي نوه أنه كل مركز عمل بفاضل عليه عدد من المهندسين. كل يعني ووفق المعيار هو تحديد الرغبة، تحديد الاحتياج، تسلسل الرغبة، المعدل الخريج. فبيختلف، وهذا الموضوع إلكتروني نحن ما ندخل فيه، ووفق منظومة إلكترونية كثير دقيقة وكثير عادلة. قد بيجيني أنا مثلا سؤال أنه أنا فرزي معدلي مثلا كذا بالمية، في مركز عمل طلع معدل اخذه زميلي معدل اقل. هذا بصير لانك انت ما اخترت هذا مركز العمل، لانه المعايير هي احتياج، تسلسل رغبي، معدل. فالمنظومه بتاخذ هاي المعايير وبتفاضل بين المتقدمين لنفس مركز العمل. طيب استاذ، لنفترض شخص من دون الاشخاص شاف عنده خطا بالرقم الوطني من خلال استكمال بياناته، وبعد ما استكمل اوراقه المطلوبه كان في خطا بالرقم الوطني، في مشكله هون بهي الحاله ولا لازم يتم معالجته فورا؟ ما في مشكله بالبيانات، الجهه العامه هي فيها تتحقق من صحه البيانات وفيها تتواصل مع وزاره التعليم العالي، وزاره التعليم العالي لانه هي المسؤوله عن بيانات المهندسين وترحيلها على المنصه الالكترونيه. فاذا كان في خطا، اي خطا بالبيانات، فتتواصل الجهه العامه مع وزاره التعليم العالي وبيتم تصحيح هذا الخطا، بس هذا ما بياثر على التعيين. خلينا نحكي استاذ، ايمت بتكون المباشرات؟ يعني حاليا المهندسين استكملوا اوراقهم، بعد ايمت بيباشروا في مده معينه، شهر شهرين او اكثر او اقل؟ هلق حكينا نحن انه المده هي شهر بتقديم الاوراق. اجراءات التعيين واضحه، هي استكمال الاوراق واستكمال البيانات والموافقات على هذا التعيين والمباشره بعد التاشير القرارات من الجهاز المركزي. فهي بتاخذ شهر شهرين
بيكون معك حسب الجاهل. الإجراءات نعم حسب الإجراءات. كمان أستاذ اشتكى طلاب الهندسة التقنية وتقنة الأغذية تحديدا كانت شواغرهم قليلة جدا وخصوصا خريجين اللي تخرجوا ب 2018 ورفضت رغباتهم، هل لاحقا ممكن يتم أو يعد لديهم الحق بالتقديم للفرز الدائم؟ لك اعتراض على الفرز ما في. أنا قلت ووضحت أنه الفرز وفق احتياجات والاحتياجات هي بتحددها الجهة العامة، فإذا كانت قليلة الاحتياجات أو ثيري نحن ما ندخل بهذا الموضوع، هي مسؤولية الجهة العامة بهذا الموضوع. تمام أستاذ، مصير الخريجي الهندسة البحرية 5 شواغر لثلاث دورات، ليش 5 شواغر لهذا الاختصاص الهندسة البحرية، خاصة هناك أنه أرسلونا أنه في تعليمات الفرز في حال عدم كفاية الشواغر الاختصاصية بحق للمهندس التفاضل على الاختصاص العام؟ طبعا المهندس محكوم أنه بالبداية بيختار الرغبات اللي فيها الاختصاص الدقيق وبيختار بعدها الاختصاص العام، فإذا ما حصل مراكز عمل وافرة باختصاصه الدقيق بحق له التفاضل على الاختصاص العام. أستاذ لؤي البني أكيد بالختام وبختام هي الفقرة المميزة جدا واللي كتير من المهندسين مهتمين فيها، وإن شاء الله نكون جاوبناكم على كل استفساراتكم وأسئلتكم، بدنا نقول لك شكرا كتير لك أستاذ لؤي البني مدير التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء، أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. شكرا لك أستاذ، وإن شاء الله يكون الكل استفاد وأخذ الأجوبة والاستفسار المناسب والمطلوب. أحييكم وأحيي كل المهندسين. أكيد شكرا لك ونحن منحييهم. شكرا. أهلا وسهلا.